يا سلام يا سلام، بتبسط قوي لما بيبقى في ديزاينر ليها جو معين او طريقه معينه او حاجه معينه كده مميزه عاملاها مختلفه. زي ما انتم شايفين معايا ديزاينر عامله حاجه مختلفه جدا وبتناسب كتير من البنات والسيدات. عايزه بنات وسيدات عندهم شويه جرأه، بس برضو في نفس الوقت ممكن ناس يبقوا كلاسيكيين شويه ويحبوا يلبسوا الديزاينز الخاصه بيها. والنهارده بتعرض الكولكشن الخاصه بخريف وشتاء 2019 2020. مشرفانا النهارده مصممة الازياء استاذه شيماء الشعراوي، اهلا بيكي. اخبارك ايه؟ ايه الحاجات الحلوه دي؟ ميرسي. بما ان احنا اول مره نلتقي، عايز اعرف انت بداتي ازاي ودخلتي عالم فاشن ازاي؟ والله هو من اول ما ابتديت ادرس الفاشن وانا مخطوفه. مخطوفه ليه؟ ايوه. انت ايه اللي خلاكي تدرسي فاشن اصلا؟ ايه اللي خلاكي تفكري في ده؟ هو انا من البدايه انا كنت عارفه ان انا موهوبه وتالنتد، بس انا كنت زي كتير من الناس مكمله عادي في كاريري وفي شغلي. انت كنت بتشتغلي ايه اصلا؟ كنت بشتغل في ميديا ايجنسي في الماركتنج واعداد البرامج. أوكي. وبعدين كنت زميله يعني. اوكي. بالظبط. بس فبعدين انا كنت بكتفي ان انا بمارس هوايتي في وقت فراغي، اشارك في وركشوبس متعلقه بالارتس والحاجات اليدويه. بكتفي بده لحد مره شاركت في ام اس اي، كانت عامله وركشوب الجامعه. فشاركت عادي وخلاص خلص الموضوع، وبعدين فوجئت المود بورد بتاعتي فازت بالمركز الاول. كانت ايه بقى؟ احكي لنا المود بورد. كانت مود بورد. فهي من الناس يعني ايه مود بورد اصلا؟ مود بورد يعني بتعمل الحاله، بتوصف حاله، بتوصف شكل الموضه اللي انت بتقدمها، ايه الحاله بالالوان بالماتيريالز بكله، الكيس في وقتها ايه. كانت ايه فاكره؟ كانت الكيس اللي كنت عاملها؟ والله كانت حاجه قريبه للجنان شويه. اوكي. اوكي. بس فشاركت وفزت بالمركز الاول. اوكي. ومنحه دراسيه كامله للفاشن. بس ساعتها بقى بقيت ادرس واشتغل مع البيت والاولاد، كمان جوزي كان مسافر في الفترة دي، فابتديت بقى ايه، كنت مطحونة. اوكي. لحد بوينت معينة بقى خلاص الشغف الفاشن استحوذ عليا تماما. وقلتي هتعملي بقى خلاص ستوب بقى. اوكي. اول كولكشن كان من قد ايه؟ يعني تقريبا من سنتين. من سنتين. يعني انا دلوقتي داخله في السنه الثالثه. كانت صيفي ولا شتوي فاكره؟ انا بدات في الشتاء. في الشتاء تقيل. اصعب. دايما الشتوي بيبقى اصعب. فحبيت الشتوي بقى. أوكي. حبيت شغل الشتاء. طب خلينا نشوف فاصل. أوكي. وبعد الفاصل نرجع نكمل ونشوف بقيه الكولكشن الخاصه بيكي. فاصل نرجع لكم، خليكم معانا لو سمحتوا. الله الله، رجعنا لكم مره تانية وفاشن شو كله حاجات حلوه ومختلفه وكاجوال على ابريمي دي، ودي حاجه لطيفه قوي. ومره تانية برحب بمصممه الازياء اللي مشرفانا النهارده استاذه شيماء الشعراوي. حاجتك حلوه قوي، عامله مود مختلف، والحاجات دي مش موجوده كتير عندنا في مصر. كتير قوي من الديزاينرز عندنا مش عايز اقول بيستسهلوا، بس مهتمين اكتر بالسواري وجرون سواري والافراح والخطوبات والكلام ده او الكاجوال. مفيش حد عامل الحاجه اللي هي في النص. انت كسرتي القاعده وعامله الحاجه اللي بالنسبه لي هي الاصعب
اللي مش موجوده كتير. مش موجوده كتير، فبرافو عليك. انا كمان قبل ما اشتغل الكوليكشن الجديده بنزل اشوف ايه اللي في الستورز، ايه اللي في السوق، ايه اللاين اللي ماشي بقى، يعني اللي هو ما فيش غيره وابعد عنه. برافو عليك، هو ده الصح، هو ده الصح. خلينا بس نقول لو اي حد عايز يتواصل مع حضرتك، ده هيكون من خلال الفيسبوك والانستجرام الموجودين معانا على الشاشه. انت عامله براند اسمه ايه البراند؟ جربيرا ويزا. جربيرا؟ جربيرا ويزا. ويزا. طيب انت بتبيعي اونلاين ولا في ستور ولا ايه؟ اونلاين وبعرض في ستورز، وقريب ان شاء الله يعني يوم 10/10 الافتتاح بتاع اول فرع ليا ان شاء الله. قول لنا فين العنوان؟ بارك مول بورتو نيو كايرو. اوكي، ده اول بوب اب شوب، اول مكان تعرضي فيه باسمك انت. اول تجربه. اول تجربه. لا ان شاء الله ما تبقاش الاخيره، وجود لك وانت حاجتك حلوه وتستاهل ان يبقى عندك بوتيكات بتاعتك. انت جميل. ابتديتي تصدري ولا لسه؟ في الطريق ان شاء الله. اوكي، الحاجات دي اعتقد محتاجه تتصدر. يا انت رب. بتصنعي في ورش ولا عندك ورشه بتاعتك؟ لا، هو انا بصنع من دي 1 في المكان بتاعي. اوكي، أيوه. وبتعملي كميات من الحاجات ولا كميات قليله؟ لا، كميات. كميات بس مش كبير يعني، مش كتير. عشان كده برضو الاسعار تبقى يعني مناسبه اكتر وتقدري تشغلي العمال اكتر واكتر. طب تعالي نشوف الجزء الاخير من الفاشن شو، نرجع نكمل كلامنا. مزيكا. الله 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 الله، شايفين اربع بدل احلى من بعض. عايز اسالك حاجه، البدله بتبيعيها على بعضها ولا كل جزء لوحده؟ لا عادي على لوحدها. كل حاجه لوحدها. كل حاجه لوحدها، يعني ممكن جاكيت لوحدها والبنطلون لوحده. وانا شايف ان هم يمشوا برضو ابريمي دي وكوكتيل، ويعني يمشوا في مناسبات كتيره. شرفتيني نورتيني، هستناكي في الكولكشن الصيفي. انا معاك النهارده، متاكد ان انت في الصيفي هتكسري الدنيا ان شاء الله كالعاده. بشكر مصممة الازياء استاذه شيماء الشعراوي على وجودها معانا النهارده، وعلى الكولكشن الحلوه قوي اللي الحقيقه هي عاملاها وعامله فيها مجهود واضح ومنقيه ماتيريالز حلوه قوي. بقول لها جود لك ومبروك عليكي الفرع اللي هتفتحيه ان شاء الله الاسبوع الجاي. يا رب تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف، ونشوفكم بكره ان شاء الله في نفس ميعادنا. شكرا لكم، باي باي.